Je, devant vous, je peux vous exhiber mes diplômes, les diplômes des membres qui sont avec moi. Je demande aux autres candidats de faire la même chose. Si c'est pas, ils peuvent le faire. تصريح ناري من المترشح مزيان غيل الذي تم إقصاؤه من سباق الترشح لانتخابات رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فقبل أيام قليلة عن موعد الحسم وتحديد قائمة المترشحين النهائية، لا يبدو أن الوضع يستقر ببيت الفاف وسط سيل من التصريحات التي قد تقلب الوضع في وجه لجنة الترشيحات، خاصة بعد تحدي مزيان غيل لبقية المترشحين ليثبتوا صحة ملفات ترشحهم. في بلادنا صراحة محقورة، دي مستحيلة، دي تحقرني في محقور في بلادي alors que j'ai absolument rien fait. مزيان غيل الذي أكد أن ملفه كامل ويستوفي جميع الشروط المطلوبة، أكد تعرضه للظلم من قبل لجنة الترشيحات التي لم تعمل بضمير حسبه، ليعود صراع الكولس الخفي داخل دائرة الهيئات الكروية للواجهة من جديد. لجنة الترشيحات والتي بدورها سنت عدة قوانين صارمة من أجل الترشح لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ومن بين شروطها وجوب المترشح حمل الشهادة الجامعية، هي اليوم تضرب عرض الحائط القوانين وتغيرها بإرادتها دون اللجوء إلى الوزارة الوصية. قدرش ما رسلنا ما اتصلنا بالوزارة، ما رسلتنا الوزارة، ما اتصلت بنا الوزارة. فبين من يريد تطبيق القوانين ومن يتجاوزها، نجد أنفسنا نتساءل عن مستقبل أعلى هيئة كروية في خضم هذه الصراعات التي قد تضرب مصداقية الرئيس الجديد للفاف قبل انتخابه.